يتضمن هذا الفيديو مشاهد صادمة لأصحاب القلوب الضعيفة، خاصة لعنده بيجو دو سانويت. بسم الله، مرحبا بكم في قناة ترندينج السيارات. تشير كل التقارير أن كل من العالمتين الفرنسيتين التابعتين لمجمع ستيلونتيس بيجو سيتروان سيتحصلان على الرخص النهائية لاستيراد خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله. وتشير ذات المصادر إلى أن بواخر محملة من آلاف السيارات من علامتي بيجو سيتروان تنتظر الضوء الأخضر للإبحار نحو الجزائر بعد حصول هذه العلامات على التأكيد الرسمي حصولها على الاعتمادات النهائية لاستيراد السيارات والتي ستتسلمها قريبا إن شاء الله. وما يعزز هذه المعلومات هو وجود شعارات سيتروان وبيجو في جميع قاعات العرض فيات عبر 38 ولاية، وبما أنهم تابعين لنفس المجموعة فهذا يؤكد حصول هذه العلامات جميعا على الرخص الاستيراد. إذن اليوم جبنا لكم السعر الرسمي لسيارة بيجو دو سانويت، واللي السعر تاعها في الأشهر الماضية الحق إلى 560 مليون سنتيم. مثلا إذا مشينا نشوفوا بيجو دو سانويت فينيسيون بيغتاك، والتي تأتي بمحرك بنزين 1.2 لتر يولد قوة 75 حصان متصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات. سعرها في الدول المجاورة كما المغرب يبدأ من 145 ألف درهم، أي ما يعادل 190 مليون سنتيم مع احتساب كامل الرسوم وضمان لمدة 3 سنوات أو 100,000 كيلومتر. والسعر الأعلى فئة اللي هي 208 آلير، والتي تأتي بمحرك ديزل HD سعة 1.6 لتر يولد قوة 92 حصان متصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، هي 188 ألف درهم، أي ما يعادل 248 مليون سنتيم بالدينار الجزائري مع احتساب كامل الرسوم.